أنا لا أنافس أحد ولا ينافسني أحد، ممكن أنافس ذاتي بالدرجة الأولى، لأنه عدو أي واحد عنده موهبة وعنده مهنة هو الملل. وأنا ما دام ما زال عندي الشغف وما زال عندي الحب للمهنة هذه، فأعتقد بأنه عدوي في جيبي، يعني أنا متغلب عليه لحد الآن. مرة أخرى لا أنافس أحد ولا ينافسني أحد، هناك أذواق جماهيرية وهناك أصناف وأنواع من التعليق ومن المعلقين، مثل المغنيين مثلا، فكل واحد عنده طريقته، كل واحد عنده نمطه، وبعدين أنت أمام جماهير مش أمام جمهور واحد.